اهلا اهلا، نورت يا عمي. قول لي تشرب ايه؟ ايه اللي انت عملته مع ابوك ده يا يحيى؟ ايه اللي انا عملته عمي؟ حقي كان حقك، بس ضيعته بتصرفاتك. في كده تسرق الراجل عين عينك كده؟ تسرق تعبه وشقاه؟ بعد اذنك يا دكتور، ده تعب انا وشقاي انا. الشركه دي انا شايلها على كتفي من سنين، لولايا كانت الشركه دي قفلت من زمان وعلى ايدك. انا ما سرقتش حق حد، حق يوسف وحق بابا كل شهر هيروح لهم ويتحط في الحساب بتاعهم. ما على ايدك، بابا مش عايز يعمل اي حاجه غير انه يؤمر ويتامر وشكرا، وانا بصراحه فاض بيا بقى. يعني مفيش فايده يا يحيى؟ عموما يا ابني انا جاي لك بس عشان خايف عليك. خايف عليك من اللي هيعمله فيك ابنك لما تكبر. فوق يحيى، رجع كل حاجه مكانها. الفلوس لما بتتحط فوق الراس بتطيها. انت اللي بتقولي الكلام ده؟ ده انت اللي مربيني يا عمي، وعارف ان اخر همي الفلوس. انا بحمي حقي، ما عملتش حاجه غلط. حقك ده تاخده بالسرقه؟ تسرق الراجل وهو على وش الدنيا؟ طب ما هو بقاله كتير عايش على وش الدنيا ومفيش ولا مره اداني حقي. عشان خاطري يا ابني، راضي ابوك، روح وبوس راسه ورجع كل حاجه زي ما كانت، وانا اوعدك كل حاجه هتتغير. بقاش ينفع، خلاص يا عم. ابويا انت اكتر واحد عارف. انا لو رجعت له حقه هو هيحرمني انا بقى من حقه. يبقى علينا وجع الدماغ ده بايه؟ وجع الدماغ لسه ما بداش يا يحيى، وجع الدماغ لسه هيبدا. انت فتحت علينا كلنا طاقه جهنم ومش هتتقفل دلوقتي. مش درجة طاقة جهنم على فكرة. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.